السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع الواد اللي نقف على الأشغال تاع الجسر العملاق اللي راح قيد الإنشاء بمدينة الوادي، واللي يعني يعطينا نظرة على القدرات الإنشائية تاع شركة الأشغال العمومية بولاية الواد. يعني شيء جميل جدا أن تكون لدينا يعني شركات تنتج مثل هذه المنشآت الفنية بهذا الحجم في ولاية الجنوب. نخليكم تتابعوا المنشأة هذه، والسلام عليكم.